عليكم. قصة اليوم ماشي بحال باقي القصص، داكشي علاش تصنتو مزيان ولا ديرو لي زيات باش تكون كالتي في الصوت عندكم مزيان. اليوم غادي نتعرفوا على واحد العائلة اللي بصراحة اي واحد جا لديك الدار ديالها يندم على النهار اللي مشى فيه. واحد العائلة كانت عايشة في واحد الدار كبيرة، نقولوا فيلا، دار راقية وزوينة، ولكن الطريقة باش كانوا كيفاش كيموتوا طريقة غريبة بزاف، ولحد الان بقى غامضة، حتى واحد ما لقى لها شي حل. هما ما كانوش عندهم شي اضطرابات نفسية ولا شي كدمات جسدية، ما كان عندهم حتى شي حاجة، كانوا عايشين بخير. واستغربوا بانهم كانوا كيموتوا طريقة بحال مثلا واحد منهم كينقز من الشرجم كينتحر، ولا واحد كيشنق راسو بحبال، ولكن شي وحدين اخرين مشاو للسبيطار كاع ديال مسطين، اما حتى واحد ما تيقوم والو. ولكن من بعد جاء واحد النهار اللي واحد راجل سميتو جونسون، جونسون والعائله ديالو كانت متكونه من ثلاثه افراد، بنته ومرته وهو. كانوا مشاو لديك الدار حيت الثمن ديالها ولا رخيص بزاف، بحيث انه سمعوا على شي شائعات، اي ناس كيقربوا لها زعما باش يشريوا ديك الدار كيسمعوا على شائعات بانها مسكونه بالجن وخايبه، ودوك الناس اللي كاين فيها كيأهدوا البشر. هو ما كيامنش بهذا الشيء بطبيعه الحال، وقرر انه يتحدى كل شيء، ومع الثمن ديالها كان رخيص مشى شراها واستقر في ديك الدار. داز شي سيمانه تقريبا، من بعد ولاو تيوقعوا معاهم شي حاجه اللي غريبه بزاف، خاصه بنته. بدايه تاع ديك الدار مسكونه بدات بنته الصغيره، بنتو كانت نعسة واحد النهار في الناموسية معناها ما بها واحد شوية وهي تفيق، وملي فاقت لقات واحد المش كحل حداها، وداك المش بطبيعة الحال شافتو بدات كتغوت، وهي تخلعات، وملي بدات تعيط زعما لشي واحد باها ما سمعها حتى شي واحد. قالت انا غادي تكون ريح المات ديك الليل. الغد لي عاوتاني وقع نفس المشكل، ولكن زادت القضية كبرات تاع بصح، بحيث انها شافت واحد الراجل اللي كبير وصراحه كيخلع، وهي ملي بدات كتغوت حتى واحد ما سمع عاوتاني. وداك الشخص اللي كان معاها في البيت بوحدهم في الليل كان كيضربها ولا كيشدها من شعرها. الدريه النفسيه ديالها تازمات حيت واحد ما كان كيتيقها بطبيعه الحال، ولات كتبات بعض المرات في الصالون كيكونوا ناعسين ما كتحسش براسها حتى كتمشي للصالون وكيلقاوها تما هي ناعسه. وفي ديك الفتره دورات الصحة ديالها وما بقات لك تاكل، ما بقات لك حتى حاجة، ما بقات كدير. وبطبيعة الحال باها ملي كانت كتعاود لها هادشي ما كانت كتيقة. واحد النهار جاي يطلع عليها في البيت في الليل ولقى داكشي اللي كانت عاودت ليه بصح، حيت لقى داك المش اللي كحل قدام الناموسية ديالها. ومن بعد ملي شاف هادشي هو تصدم، ما قدرش انه يتيق داكشي اللي شاف بعينيه، مشى عيط على واحد الوسيطة الروحانية، وهي اللي جات باش تشوف اليوم مسألة تاع الدار شنو فيها. وهو كان جاب معاه جوج من صحابه وواحد الصحافي، جا هذاك الصحافي باش يتأكد حتى هو من الأمر، وتا هو كان من صحابه بطبيعة الحال. ملي الوسيطة الروحانية بدات كتأدي الطقوس ديالها، وقع داك الشيء اللي بطبيعة الحال ما كانوش متوقعينه، وتصدموا كاملين. بداو الضوا وكيطفاو وكيشعلوا، البيبان كيتخبطوا بوحدهم، وملي ولات على تواصل معهم ديك السيده الروحانيه، ملي ولات على تواصل مع الجن، داك الصحافي حيت شاف واحد اللقطه اللي هي تصنتو مزيان، داك المش اللي كحل رجع بان عاوتاني، وداك الدخان بدا كيتكون على هيئه داك المش. وملي خرج هادشي كامل هو استغل الفرصه وصور داك الشيء، وملي صور داك الشيء ديك الوسيطه الروحانيه يلا كانت متواصله مع داك الجن اللي كان تما، ومع ذلك اغمي عليها طاحت. ملي فاقت قالت لهم شوف هذيك التصويره اللي صور داك الصحافي خصو يحيدها، حيت الا مشى تخلاها راه غادي يقتلونا كاملين، حرفيا غادي يقتلوهم كاملين، تبعوا معي. القصه ما سالت، داك الصحافي قال لهم صافي انا راه مسحتها، وكانت هذه هي اكبر غلطه دارها في حياته، حيت غادي يخرج عليهم كاملين وهو ما كانش عارف هادشي. قال لها راني مسحتها، وهما صافي كل واحد رجع كيف ما كان طبيعته، وحتى واحد ما بقى كيأذي الاخر. ولكن المشكله هي ان داك الصحافي الغد ليه
الصحيفة خرجات من ديك الخدمة ديالو، خرجات بأن ديك التصويرة اللي لاح هو الظهور للجن، وبطبيعة الحال وقعت مع واحد ظواهر غريبة بزاف، حيت عطاهم التحذير وما داروش بديك التحذير ما وفوش به. إوا شنقول لكم، صحافي تحرقت ليه الدار ومات ميت محروق. أما بالنسبة للدرية الصغيرة ماتت بواحد الطريقة اللي بصراحة ما عرفوش كيفاش داروا لها، هو القوى غير مغمي عليها صافي. أما باها وامها ماتوا منتحرين في الطوالق، ودك الزوج اللي كانوا معاهم تاهما ما ماتوش، ولكن بقوة ما الصدمة وقع لهم دك الشي في حياتهم كاملين تصدموا بزاف، لدرجة أنهم ولوا الناس باش كيعاودوا لهم القصة ديالهم كيسحاب لهم واش تسطا. وهنا فين كانت المشكلة، دوك الزوج ما سالاتش القصة ديالهم، ولا كنتو بغيتو تعرفوا شنو وقع ليهم ولا شنو وقع لكامل أحداث القصة، ما عليكم إلا دعموني بلايك هذا الفيديو. إلا وصلتو 30 لايك غنكمل لكم بارتي أخرى. نشوفكم فيديو جاي، تهلا. Could be with anyone, or you and me.